شخصية فلسطينية محببة للأطفال جابت المدن والقرى والمخيمات لتروي القصص على الأطفال وتحثهم أيضا على التفاعل والتعلم ليطرحوا الحلول وليناقشوا ضمن سياق فكاهي ضاحك. تكرست شخصيته في اسم يحمل اسم متناقض، نخل الشبر، ولكن منسجم أيضا مع الأطفال والمحيط. هو اليوم ضيفنا الأستاذ يعقوب أبو عرفة، يحدثنا عن هذه الشخصية وعن تجربته أيضا. الله يصبحك بألف خير. صباح الفل، كيف حالكم؟ مناح، يعني سعيدين جدا أنه ننطلق في حلقتنا وفي صباحنا برفقتك. أكيد اهلا وسهلا فيكم، شرفتوني انتم بهذه المقابله. المزبوط، لانه نخل الشبر بتعرفي صار له من سنه 1986 انطلاقته كانت، وانقطعت فتره انا عن الجمهور بسبب ظروف يعني لوجستيه البلد عم تتعقد شوي. وحلو انكم يعني استضفتوني اليوم على اساس نذكر الناس بهاي الشخصيه الهامه اللي اشتغلت كثير عشان تساعد الأطفال أنه يخرجوا من بعض مشاكلهم وتساعدهم أنه يتعرفوا على أشياء بحياتهم. فعلا هاي الشخصية نخل الشبر ارتبطت في ذاكرة كثير من الأطفال وفي تفاصيل مختلفة، ويعني أنا واحدة من الناس اللي أنا بتذكر نخل الشبر كثير منيح، وخاصة يعني في مرحلة معينة الأطفال بربطوا بخيالهم وحتى بتطورهم شخصيات أثرت عليهم في مرحلة الطفولة. يعني بالبداية حابة تاريخيا تحكي لنا عن هاي الشخصية من 86، كيف كانت البدايات والهدف إنه يعني هاي الشخصية اللي فلسطينيا صارت معروفة؟ شوف، هي الشخصية اسمه نخل الشبر، نفسر الاسم اول شيء، هو بناء على التناقضات اللي بيعيشها الانسان العربي بشكل عام والانسان الفلسطيني بشكل خاص. نخل بطموحاته وافكاره، وشبر بامكانياته. يعني اذا بتسالي هلا اي طفل ايش بدك تصير لما تكبر، بيقول لك مهندس طيران ولا مهندس كمبيوتر ولا جراح قلب ولا بتعرفي، بس بيعتمد هلا كمان على الامكانيات اذا توفرت ولا ما توفرت عشان يوصل لهدفه. نخل الشبر مكون من شخصين، انا بستخدم وجهي وايدي زي الاجرين، وفي صديقي بحط ايديه بالكمام، فبصير عندنا نخل الشبر زلمه قصير بس مفعم بالحيويه والنشاط والابداع. وهدف نخل الشبر دائما انه يشجع الاطفال انه يكونوا مبتكرين ومبدعين، ويحاولوا انه يحلوا مشاكلهم بايدهم، ويحاولوا يكونوا مبدعين في حل مشاكلهم والوصول لأهدافهم. طيب نذكر كمان المشاهدين اللي كمان في يمكن أطفال بيحضرونا وفي ناس مرق عليهم أكيد بقرية أو مدينة مختلفة. خلينا نشوف هذا المقطع من لقطات اللي شاركت فيها بإعداد برنامج تلفزيوني، وراجعين نكمل أكثر حديثنا. أعرف إيش رأيك أنت في هاي آلة التصوير؟ مفيدة ولا مش مفيدة؟ هي حلوة، من وين بدي اجيب مصاري اعطي الزلمه عشان يحمد الافلام؟ حوش مصرياتك شوي شوي من مصروفك وحمد الفيلم. طب ما ينفعش اقطع ليمون من عنا واحمد الفيلم لحالي؟ هيك بتحمض يا نخله، ما انت شفتها حطه في ماكينه وبعدين طلعوا الصور. طب هاي الماكينه كيف بتحمض الافلام؟ هلا لازم اخذك انا عند مصور وهو يشرح لك بالتفصيل كيف بحمض الافلام. طيب شفت عندهم ساحة وبيلعبوا فيها بس ما بيزعجوا الجيران يا نخلة. ما احنا بس عندنا ساحة كبيرة نلعب فيها، وكل ابواب الجيران قريبة على بعض. عشان هيك كل ما نلعب بالطابة بيطلع حدا من الجيران بيصير يصيح يا نخلة ويا اولاد الحارة، روحوا العبوا بداركم، روحوا ناموا، روحوا ترسوا. وبعدين ما انت لازم تلعبوا محل بعيد اللي ما يزعج الجيران. بعدين امه قالتنا انه ما بتخليه يلعب، كله دروس، كيف هلا صارت سمحيت لك تطلع برا والجيران بيعذروك؟ انا بحبك كثير، انا بحبك اكثر، انا بحبك كثير كثير، قد البحر والشمس وقد الغيمه وقد الشمس وقد القمر كمان، لانه اسمها قمر. القمر هدي ضعيفه انت ايه؟ ضعيفه انت الصف اللي جنب الاداره عرفتي؟ كيف قاعد هيك انت؟ كيف انا واقف؟ انت يمكن قاعدة صح؟ لا واقفة. اشوف كيف واقفة، اشوف. مضبوط صح واقفة، طب اقعدي. هاي فرصة الناس كمان تتذكر الشخصية. هذا طبعا كان جزء من إنتاج تلفزيوني، تحكي لنا عن هذا العمل. هذا البرنامج من إنتاج تلفزيون القدس التربوي، كان مكون من 16 حلقة وبيحكوا عن حقوق الطفل. هلا نخل الشبر بالعادة
تميز بانه دائما بيرافق المشاريع اللي بتخدم ثقافه الطفل الفلسطيني. بدايات نخل الشبر كانت مع مؤسسه تامر لما عملنا حمله تشجيع القراءه، واشتغلنا كمان مع اليو ان دي بي على موضوع المحافظه على المياه والبيئه. وهذا البرنامج كان سلطنا فيه الاضواء على حقوق الطفل. طبعا الطفل الفلسطيني يعني ما بيعرف حقوقه، حقوق على الورق بس يعني. بالضبط، حقوق على الورق. هلا في حقوق بسيطه اللي المفروض لازم يعرفها، انه حقه في التعليم، حقه في اللعب، حقه في الحياه الكريمه، حقه في الماكل، في المشرب، في كل هاي الامور. فحاولنا انه نسلط الاضواء. هم بتعرفي حقوق الطفل كتار، حوالي 84 حق المنصوص عليهم بهيئة الأمم المتحدة. فاشتغلتي على كل حق على حدة يعني تحاولوا توصل. أخذنا أهم الحقوق اللي البسيطة اللي لازم يعرفها البني آدم واشتغلنا عليها. اتحدثت عن البدايات من مؤسسة تامر، وفي ذاك يعني في هذيك الفترة كنت كان نخل الشبر بيحمل دائما شعار أنا أقرأ. نعم. احكينا عن هاي التجربة، وين كمان كنت تنقل في هذاك في هذيك المحطة يعني. يعني حملة تشجيع القراءة كانت صدقيني من أحسن المشاريع اللي قمنا فيها. نخل الشبر كان فعلا شعار حملة تشجيع القراءة، كان محطوط على الباسبورتات تبعون القراءة أنا أقرأ. كان في توقيع لنخل الشبر، كل طفل بيقرأ كتاب نتأكد إنه قرأه، لازم نخل الشبر يوقع له إنه قرأ فعلا هذا الكتاب، نعطيه فيزا. واللي بيخلص 7 جوازات سفر يعني 7 جوازات سفر بيحتوا على 147 فيزا، يعني هو قرأ 147 كتاب، فبصير عضو في نادي نخل الشبر. وكان في صفحة بجريدة القدس كمان، صفحة نخل الشبر للفتيان والفتيات، اللي كتبوا فيها مقالاتهم وأشعارهم وكل إشي بحبوا يكتبوا. طيب من 86 يعني نخل الشبر موجود، إيش أعطى ليعقوب أبو عرفة وإيش أخذ من يعقوب أبو عرفة؟ المضبوط، كانت العملية تبادلية. أنا أخذت كيعقوب من نخل الشبر خبرة فظيعة في التعامل مع الأطفال، وأهم إشي إنه ساعدني إني أحافظ على الطفل اللي في داخلي. نخلش يعني أنا ونخل الشبر يعني واحد، فيش حد يعني، ما في حد يعني. تستغربي إنه معظم الناس لما بيشوفوني بالشارع ما بيعرفوا اسمي الحقيقي. بنادوني نخل. هذا صار معنا في الطاقم 100% يعني كمان طول الوقت. هلا كثير مرات ناس بتصلوا فيي على أساس بدهم عروض أو إشي، ممكن نحكي مع أستاذ نخلة، حضرتك أستاذ نخلة، فمفيش فرق صار بين شخصية الحقيقية وشخصية نخل الشبر. يعني الاقتحام أو الدخول لعالم الأطفال هو كمان شيء مثير للاهتمام يعني، وكثير بنسمع وكثير صعب كمان نوصل أفكار الأطفال. يعني إيش أهم وأبرز الأشياء اللي ظلت عالقة وكمان حسيت إنه من نخل الشبر أنت تعلمتها وشفتها اللي ممكن تكون مفاجئة للمشاهدين؟ شوفي، اللي ميز نخل الشبر واللي خلى الناس تحبه كثير خاصة الأطفال، إنه بيفسح المجال للأطفال بالتعبير عن نفسهم، يكونوا مشاركين بالعرض مش بس متلقيين. وهذا بيسموه المسرح التفاعلي. هلا مشاركة الأطفال في خلال العروض أنا كانت تعلمني كثير، كنت أتعلم كثير من الأطفال. في ناس بيفكروا إنه الطفل إنسان بسيط لسه وقاموسه اللغوي بسيط وبعرفش يعبر عن حاله وبعرفش، مرات بتعاملوا معه كأنه صفحة بيضة وهم اللي معبوها. خلال العروض أنا كنت أتفاجأ أنه أطفال فلسطين تحديداً عندهم كم هائل من المعلومات ومن الإبداعات ومن القدرات ومن المواهب ما كنت أتخيلها بحياتي. وكنت أستمتع جداً لما أروح على غزة مثلاً أعمل عروض. استمتاعي في العروض كانت في المخيمات في القرى. طلاب او اطفال المدن مثل رام الله والقدس والمدن الكبيره كان التفاعل معهم اقل، لانهم هدلك بتعرضوا ل بصير الواحد يشوف الفرق يعني كمان 100%. والنخله علمني الصبر. اكيد الصبر اهم شيء. يعني انت لما بدك تتعاملي مع الطفل لازم تكوني صبوره وصدرك رحب. صبر على التجربه ولا صبر على كل عرض بذاته؟ كل شيء. بداية من التعامل مع الأطفال لشكل العرض. وتعرفي أنت لما إحنا بنعمل عرض نخل الشبر الناس بتفكر إنه الجهد بسيط. هلا نخل الشبر بيعتمد على السهل الممتنع، يعني الناس بس تشوفه بتفكروا إشي سهل، بس تيجوا يجربوه بلاقوا صعب كتير. هلا ما إحنا اثنين شابكين مع بعض لمدة ساعة
هذا كان متعب جسديا جدا جدا. طب ياخذنا خلف الكواليس، احكي لنا كيف عاده بتكون تحضيرات والتدريبات على العروض. شوفي التدريبات قليله. ليش؟ لانه الفكره في نخل الشبر انه يكون في توافق ذهني كبير بين الشخصين اللي بيعملوا نخل الشبر. هلا في شخصين، انا اسست هذه الشخصيه سنه 86 مع فنان فلسطيني من خارج فلسطين اسمه فاتح عزام، اجى عشان يشتغل مدير لمسرح الحكواتي، فعملنا انا وياه الشخصيه بهذاك الوقت. هلا بعديها تعرفت على الفنان محمد عموس اللي هو رسام توضيحي وبيعمل بوسترز واشياء زي هيك، فقال لي انا حابب اجرب. فمن اول لحظه ابدع. هلا فكره التمرينات ما بنتمرن كثير احنا، احنا بس بنقعد بنحضر الماده اللي بدنا نحكيها والسكتشات اللي بدنا نعملها، وعمليا بس نلبس نخل الشبر لحد كيف تمشي الامور ما بنعرفش. وهلا في معي كمان شخص اسمه سامر طرزي كمان من القدس. اكيد كمان بنوجههم كل التحيات يعني. طبعاً. نخل الشبر ظاهر بالشكل ولكن واضح انه كمان في طاقم بيشتغل على هذا الموضوع. اليوم وين نخل الشبر؟ نخل الشبر زي ما قلت لك بالفتره الاخيره كان في عنا عدد عروض قليل بسبب الظروف الموجوده، وانا كمان يعني هلا الانرجي عندي والطاقه مش زي زمان، وبسبب انه كمان صرت موظف في مدرسه الفرير صار الوقت صعب لي اني اتنقل بين المدن والقرى زي زمان. بعدين الحواجز والمعابر والاشياء زي هيك هي كمان ساعدت انها تقلل من حركتنا. احنا بالزمانات كنا نعمل 3 عروض باليوم، نيجي على رام الله نعمل عرض، نروح على نابلس، نروح على الجنين، ما بتفرق معنا. بس هلا صار الوضع كثير صعب. ولكن انت راضي يعني بتشعر انه كمان نخل الشبر اعطى وتفاعل في محلات مختلفه؟ طبعا، وما زال حتى يعني هلا هذا الشهر شهر 4 كان في عندنا 15 عرض، 6 منهم مع مؤسسه تامر في نوار نيسان. نوار نيسان، وما هو هلا في اسبوع القراءه كل سنه بشهر 4 بيعملوه. وعملت 7 عروض كمان مع مؤسسة فيصل الحسيني، كمان كان يتركز على توضيح حقوق الطفل عند الطلاب في القدس. حابة أسألك سؤال اللي يعني شو كمان بتفكر من التجربة اللي كمان أنت خطها، أهمية وجود عروض تفاعلية مع الأطفال؟ يعني إحنا مرات بنقول نشجع على القراءة، فبدنا نجيب للطفل كتاب يقرأه، فيلم يحضره، لعبة يلعب فيها، ولكن العرض إيش الإشي اللي بيميزه يعني؟ بالضبط، الطفل الفلسطيني بحاجة لأوقات مرح وفرح وتفريغ. أنا مرات بتناقض مع بقية فرق المسرح اللي بيعملوا مسرح للأطفال إنه ممنوع الطفل يضل متلقي، يعني هو متلقي في البيت ومتلقي في المدرسة، وفي المسرح المفروض يكون في مسرح تفاعلي أكثر ويكون هو مشارك بالعمل. عشان هيك نجاح نخل الشبر بهذه النقطة. هلا الطفل مهما كان بده يفرح، بده يلعب، بده يغني، بده يرقص، بده يتفاعل وبده يعبر عن حاله. هلا تفاعل الاطفال مع نخل الشبر قوي جدا لانه بيفتح لهم هذا المجال انهم يعبروا عن حالهم. فقدره نخله على على جر الاطفال وسحب الاطفال وتشجيعهم على انه يبدعوا بقوي من العلاقه بينهم وبينه. بتعرفي في مره عملت عرض بالسويد، واحد سويدي قال لي شغلة لليوم بضل أتذكرها، قال لي أنا عمري بحياتي ما شفت شخصية في العالم بقوة شخصية نخل الشبر. بقول له كيف يعني؟ بقول لي إذا بتطلع على شخصيات والت ديزني هم بالأساس أنيميشن مرسومين. هلأ الشخصية قد ما تطورت بتضل رسم. هلأ في كتير مرات بروحوا بيعملوا البدلة أو أواعي زي ميني ميكي ماوس أو ميني ماوس أو هيك، وبيلبسوهم لشخص. أول ما يلبسوهم لشخص بتصير الدمية هبلة، تفقد معناها. قال لي أنت جاي بالعكس، أنت خالق شخصية حية اللي ممكن يصير فيها علاقة مباشرة بينك وبين الأطفال. إذا ولد سلم عليك عمره ما بينساها بحياته. هلأ شخصية نخل الشبر لأنها حية ممكن تحويلها لأنيميشن، بس القوة فيها إنها موجودة على أرض الواقع. فاللي أنا بقوله دائماً إنه لازم يصير في اهتمام بالشخصية هاي من قبل كل التلفزيونات والمحطات،
العربي. وهون بدي أسألك في نهاية هذا اللقاء عن المستقبل، يعني حتى لو ما كانش في إشي واضح وملموس، ولكن شو أنت بتحلم في إنه يكون في المستقبل القريب في شيء أو يعني عمل خاص ربما لنخل الشبر؟ أنا اليوم بفكر إنه لازم يكون في وجود لنخل الشبر بالتلفزيون بشكل دائم ومستمر، يكون في برنامج خاص لنخل الشبر بإحدى الفضائيات العربية أو الفلسطينية، اللي دائما يكون هو يعني زي كيف بسموها بالإنجليزي updating، يكون يتبع مع الأطفال على كل مشاكلهم وكل شيء جديد بصير. يعني هلا اليوم كل أطفالنا ملهيين بالفيسبوك وفي الإنترنت، صح، نفتقد لهذا النوع من الأعمال يعني بالزبط. طول الوقت هلا نخل الشبر كتير بيساعد في توجيه الأشياء، يعني كتير ناس مرات بنضغطوا كيف أولادهم ملهيين بهاي الأشياء، نخل الشبر ممكن يساعد الأطفال في توجيه وقتهم كيف أمتى يستخدموا هاي الأشياء وكيف يستخدموها. أنا بتمنى لك كل التوفيق وبشكرك كثير إنه كمان يعني لبيت الدعوة وكنت حاضر معنا، وهي فرصة نلتقي نسمع أكثر، وبنتمنى نشوفك على شاشات محطات فلسطينية، هاي رسالة لإدارتنا كمان. طبعاً. شكرا كثير لك ونهارك سعيد. شكرا لكم. رح ننتقل إلى فاصل ونسمع فيه نصائح صحية مع ريما، شو محضرت لنا في هذا الصباح وراجعين.